اختي شرفينا بالاسم ديالك. إلهام الساخي. شنو من مدينة وجدة. معلمة في مدرسة أليس. بارك الله عليك. بغيت نسولك اليوم كتعرف كيعرف المغرب استحقاقات يعني ديال الانتخابات، وهذه واحد الاستحقاقات اللي مميزة، كاين الانتخاب المصري، الانتخابات ديال التشريعية وديال الجامعات. بغيناك بعدا أول حاجة كتدخلي تصوتي شنو لي زيتاب اللي درتيهم باش الناس يعرفوا. أيه جيت دخلت، أنا كان عندي الورقة ديالي والرقم نتاع القاعة 37، مشيت مباشرة. الأجواء كانت مزيان، كان تباعد ماشي داك الازدحام وهداك، فات مزيان. مين دخلت عطاوني، قالوا لي لاكارت ناسيونال، مديتها عطاوني جوج أوراق، هذا نتاع الجهة وحدة نتاع البرلمان. أيوا ودخلت في كيصوتوا. أيوا درنا الخانة اللي شنو ممكن نعرف الحيز المصري وما يقدرش يبقى سير هذا باش ما يبقاش خاطر تاع حتى شي واحد. وكاع شوف نتمنوا توفيق للجميع، كاع اللي كيجري لخدمة الوطن والبلاد ديالو والشباب اللي راهم ضايعين، نتمنوا تكون نتيجة زعما احسن من العامات اللي دازو، ماشي غير الوعود الوعود. نتمنى هذه راهان تقريبا الشباب اللي راهم غادي يصوتوا، نتمنوا لهم التوفيق. بارك الله. بغيت نسولك واحد السؤال، انت هذا الحزب اكس اللي صوتت عليه، شنو هو اللي خلاك انك تقتنعي وتجي تصوتي على هذا الحزب هذا؟ واش جاو هضروا معك الناس ولا انت مثلا؟ لا، هادو اللي انتخبنا عليهم مي كتقصدهم يأديوا لك. لا لا، هذاك يعني الناس اللي كيخدموا المواطن. يخدموا المواطن. شي مثال مثلا شي نهار تحتي فشي مشكل ولا شي حاجه بالنسبة لولد خويا كان القرية ديالو ما فهمت ما كملش تامنة، جينا دار تكوين ورا تبارك الله كيدير ستاج في هذا تاع باتيسري. واه تا هو شاب كان زعما غادي يضيع، كون ماشي زعما كاين هذاك قصدناهم ودخلوه يقراو. فهمتيني وقفوا معاه بعد. أييه نسولك واحد السؤال كذلك، حنا الانتخابية لاحظنا أنه بعض الأحزاب ماشي كلشي، شفنا الوساخ وهادو، شنو الرأي ديالك في هاد الممارسات بحال هادي؟ إوا خص بنادم يشوف كيما قلت، ماشي ها هما كيجيو صوت صوت صوت، خص بنادم يخدم بلادو، فهمتني؟ لا هضرت لك على الناس اللي رماو الاوساخ الوراقي، هادو يزرعوا الوراقي وكينشروهم في الشوارع. لا هذيك عمليه ماشي مزيانه، بنادم راه كيعرف راسو على من ينتخب وعلى من هذاك، وعارف بنادم راه دازو سنين، فهمتني خويا؟ ويعرفوا شكون اللي كيخدم قلت لك بلادو، شكون اللي كيدير المستحيل باش الشباب يديروا هذا وكتكون مساعدات، ماشي ديك بيبليسيتي كنقولوا رمي الوراقي ودير هذا، هذا ما عنده حتى شي معنى. بنادم راه كل واحد وضميره، كل واحد راه عنده واش غادي. الرسالة تبغي توجهها للناس ان شاء الله، لان كنعرفوا دابا غادي نجحوا برلمانيين ونجحوا مستشارين الناس اللي في الجهات، وغادي يكونوا تكوين المكاتب، وتكوين المكاتب غادي يكون انتخاب ديال وكلاء اللوائح، وغادي يختاروا رؤساء جامعات ولا مجالس ولا بلديات. شنو الرسالة اللي توجهها للناس اللي غادي يشدوا المسؤولية؟ أنا نتمنى اللي ينجح إن شاء الله، اللي ينجح كنقول عامة يشوفوا هذا بعد الشباب، الشباب ضايع بزاف، ضايع. الشباب بصفة عامة واخا ذكور ولا إناث. بالنسبه لعاوتاني سمعنا بلي انه كاين شي بعض ماشي كلشي استعملوا واحد الطرق غير مشروعه، مثلا كعطاو الفلوس كان جمعت على الامور. شنو لا هذيك عمليه ماشي مزيانه باش تبيع صوت، نبيع صوتي لا، انا ضد هذيك الفكره. ما سمعتيش انه شي وحدين كيشريو اصوات مثلا ولا كل هذيك كتكون البدا كيجيو كيجي حتى لديك الوقيته عاد يجيو يقصدوك. فهمت؟ ما كيقدروك الصلاح الا مشيتي عندهم ولا هذاك، ما كاين حتى شي حاجه.
بعد منهم حتى تجي الوقيته ايوا هنا هنا من هنا باش يبيع الانسان صوته راه ما لا هنا بعتي صوتك بحال اللي بعتي 5 سنين سنين انا ضميري واش هي يعني انت صوتي على القناعه الله وكان لي هادو اللي راهم مترشحين تبارك الله الوجوه ديالهم كتبشرك بالخير فهمتي شنو شنو طاقه شابه شفنا ناس جداد وجوه الاحزاب اللي كنحييهم اييه كنحييهم قلت لك كاع اللي راه يجري للوطن والشباب والمصلحه نتاع البلاد راه نتمنوا له التوفيق والنجاح قلب خالص الله يحفظك وشكرا لكم انتم اللي راكم زعما الله يحفظك خويا بارك الله فيك كنتي معنا عندنا وقت تحيه طيبه اخر كلمه تبغي تقوليها للناس اخر كلمه نتمنى بعدا هذا نتاع تكون زعما كاين الوزير السي امزازي بعدا هذا الشيء اللي قالوا التعليم حتى لاكتوبر اييه بالنسبه للاباء ما غاديش يجي وبالنسبه للمربيات والمعلمات شكون اللي غادي مساكين يدير ها راه تفاجئنا نورمال بعدا يكون دعم واش ما تخلص شهر 7 و8 وزيد 9 ايوا ما كيخلصوكمش نتوما شهر 7 8 و9 باش غادي يعيش الانسان هوزنا حتى هذا الشهر زعما راه كارثه كارثه ان شاء الله الا بغيتي تمشي نتمنى ويشوفوا لينا شوفي لنا الناس الاساتذه المعلمين اللي مضطرين نديو شي جلسه وتوصلوا الصوت ديالكم مرحبا ان شاء الله بارك الله فيك نديروه بوحدو ان شاء الله ان شاء الله ويلا يحفظك.